السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم الجمعة، معانا الأخرامي، ما يعرفنا بنفسه، الزعيم رامي علاء من المنصورة، من قرية سنبلوين. لا، قرية سنبلوين، قرية ايه؟ العرب. كوتش حلوة، كوتش حلوة. رامي راجل راجل صاحبنا، دارنا هنا في الشغل، صرنا معانا دايما نكون عربي، بس ده أول مرة يطلع معانا على نرحب بيه. ولسه جاي من مصر، دي كان من يوم كده بيدور على شغل، فاللي قدامه شغل يا جماعة يتصل علينا، نسيب الرقم تحت كده في الفيديو. اي شغل، اي شغل، مهندس، دكتور، اي حاجه، كهرباء، عن اي حاجه راضي بيها يعني. اول حاجه يا رامي، قول يا بدر بطل كمل كده. اول قول قول، معاك الميكروفون يا عم. لا قول قول يا عم، مش هقول يا عم، مش هقول. قول خلينا احنا نقول بنسعد فيكم النهاردة يوم الجمعة، طبعا من أيام الأسبوع الجميل، إن شاء الله نخش نصلي، نسجل فيديو للصلاة زي كل أسبوع، نزل له فيديو مستقل صلاة الجمعة بإذن الله. الجو النهاردة كويس، الشمس والهواء مش حر، احنا داخلين على الشتاء ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. احنا شهر 8، وان شاء الله بقى نرجع، ان شاء الله بقى نرجع. ده الاخ مصباح. اخ مصباح، كيف حالك؟ اخ مصباح صح محمود، ده المسجد والبطيخ، ان شاء الله بعد الصلاة. وش البطيخ؟ كله 15 قرش. 15 قرش؟ لا 15. بلح وعنب. يا ريال وين رايح؟ ماشي سلام. سيبنا الأخ رامي. صندوق التبرعات ودي، بسم الله.